طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من المواقع المحليه: يمني منحته الصين درجه الدكتوراه في الحاسوب واعطته بلاده رصاصه طائشه. وفي الاخبار المنوعه: معلمه امريكيه ترتدي فستانا يحمل رسومات لتلاميذها. سجن بريطاني يمنح نزلاءه مفاتيح زنازينهم. أهلا بكم. يتابع موقع المصدر أونلاين قصة الأستاذ الجامعي الذي قتل قبل أيام في صنعاء، وعنون الموقع: فهد العزعزي منحته الصين دكتوراه في الحاسوب ومنحته بلاده رصاصة طائشة. وقال الموقع إنه بعد رحلة طويلة من المثابرة والتحصيل العلمي تمتد إلى مسافة زمنية تربو على 3 عقود، نال فهد العزعزي شهادة الدكتوراه من الصين في علم الحاسوب، وحين عاد إلى بلده كانت تنتظره رصاصة طائشة على ناصية الشارع. يوم السبت الماضي كان الدكتور فهد العزعزي يتنقل داخل مدينة صنعاء على متن باص مع صديقه مستشار العريقي المدرس في ثانوية جمال عبد الناصر. وقبل أن تنتهي رحلة الباص كان العبث والفوضى يستعد لإنهاء رحلة حياتهما معا. يقول شهود عيان للمصدر أونلاين إن رصاصة طائشة انطلقت من بندقية أحد المسلحين وسط صنعاء وأصابت فهد وصديقه، قتلت الأول على الفور، وبعد 3 أيام من الركود في غرفة الإنعاش توفي الثاني مستشار. هل كان الدكتور فهد العزعزي الذي لم يمضي وقتا طويلا على عودته من الصين يفكر أن رصاصة طائشة بانتظاره لتنهي طموحه وتسدل الستار على رحلة حياته؟ كفى تصدعا للوطن. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا: عندما غابت العقلانية والحقائق والمنطق وسيطرت على ساحة الفوضى والإشاعة ورسخت ثقافة سلبية كعنصر هام لعملية الهدم ومسلك التخلف والجهل الإنساني والتنموي في الوطن، ثقافة تعمقت في المجتمع مهما حاول البعض تأطيرها بإطار جميل مزخرف بالثورية، فسلبيتها تعيبها وعفنها يكفي لرفضها، ثقافة لا تستقيم معها القيم والمبادئ الإنسانية والدولة الوطنية ودولة المواطنة. هل سنعي خطورة ما حدث ويحدث أم سنكابر ونتجاهل بعناد ونترك الأمور تستفحل وتنخر المجتمع تلك الأمراض والنفوس المصابة تستمر بممارسة هويتها ونتجاهل نعيق العنصرية وكسر إرادة الآخر بل تكفيره واتهامه وتصفيته جسدياً وتوزيع صكوك الوطنية دون مسوغ قانوني وعرفي؟ يتساءل الناس اليوم: أين النخب الثقافية والفكرية والأكاديمية؟ أين الرهان كمصدر للتنوير يوزع الحب والتسامح والوفاق بين كل فئات وفصائل وجماعات المجتمع سياسية كانت أو اجتماعية لتشفي النفوس وتطهر القلوب ويصلح حال العباد والوطن؟ كلما استقام عود الدولة لتستعيد عافيتها تحركت أدوات رديئة لتشن حملتها المغرضة لوقف هذا التعافي، والغرض واضح في خطاب عنصري مناطقي طائفي يسرب شائعات ووثائق مفبركة ضد من يعمل على الأرض لترسيخ كيان الدولة ونظام قانون يحاسب ويعاقب من يخرج عنه. ما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى للمنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تبث روح الإخاء والتصالح والتسامح وتعزز الانتماء والروح الوطنية لتخرس الألسنة وقنوات الفتنة والترويج للأحقاد والضغائن والمناطقية والطائفية والعنصرية لنعيش يكفينا صراعات ومهازل ودمار وموت وإراقة دماء. يبدأ الطفل أيمن محمد الفقي ذو 11 سنة يومه بمغالبة الحياة وتوفير ما تيسر له من الرزق للإنفاق على أسرته المكونة من 3 أشخاص، ويعنون موقع المشاهد نت: أيمن أعمل في بيع الزعقة كي أتعلم وأصبح طبيبا،
وفقا للموقع فإن الصغير لا ينسى الإنفاق على دراسته من خلال البيع المتجول كما يفعل غيره من الأطفال في مدينة تعز للمساهمة في تخفيف العوز الذي تعيشه أسرهم بمدينة ابتليت بالحصار وقذائف جماعة الحوثي والاقتتال الداخلي الذي يشل المدينة بين فترة وأخرى. أيمن الذي يدرس في الصف الخامس من التعليم الأساسي ما زال يعاني من آثار شظية الهاون التي أصابت قدمه اليسرى، الأمر الذي أعاقه عن الدراسة والعمل لمدة 8 أشهر ظل متنقلا خلالها بين المنزل والمستشفى. ولدى تماثل أيمن للشفاء النسبي عاود الدراسة وممارسة عمله اليومي الذي يوفر من خلاله هامش ربح يتراوح بين 1000 و2000 ريال كما يقول المشاهد، مضيفا الربح يكون حسب السوق وكل يوم يختلف عن الآخر عدا يوم الجمعة الذي أبيع فيه أكثر على الأسر التي تأتي للتنزه في القلعة. صحيفة البوس الفرنسية قالت إن المنظمات غير الحكومية في فرنسا اتهمت حكومة فرنسا بالتواطؤ في جرائم الحرب فيما يتعلق ببيع الأسلحة إلى السعودية، والأسوأ من ذلك بحسب المنظمات إن فرنسا هاجمت ألمانيا لأنها مثل النمسا والدنمارك وفنلندا والنرويج أوقفت مبيعاتها من المعدات العسكرية إلى الرياض. آني ماري ديسكوت سفيرة فرنسا في ألمانيا في مقال طويل انتقدت سياسة برلين لتصدير الأسلحة التي اعتبرتها غير متوقعة وتعتمد بشكل كبير على الاعتبارات السياسية الداخلية، فلماذا يتسبب تجميد الصادرات الألمانية للسعودية في إثارة هذا الغضب من فرنسا؟ تتساءل الصحيفة وتجيب في التقرير الذي ترجم لقناة بلقيس إنها تتعلق بأنظمة الأسلحة المشتركة التي بنيت مع المكونات الألمانية، فمنتجو الأسلحة في أوروبا يفكرون الآن بحسب السفيرة في تطوير أنظمة أسلحة بدون قطع ألمانية. المقالة التهديدية للسفيرة الفرنسية تتوافق مع سير خط الموقف الفرنسي، ففي أكتوبر الماضي أطاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمنيا بالمستشارة إنجلا ميركل في قضية فرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، وقال إنه من الغوغائية البحتة التوقف عن بيع الأسلحة. المنظمات غير الحكومية حثت ألمانيا على عدم الرضوخ للضغوط، حيث كتبت هيومن رايتس ووتش قائلة إنه يجب على ألمانيا الالتزام بمبادئها، فحياة الملايين من المدنيين وسبل عيشهم معرضة للخطر في اليمن، وبدلا من الضغط على ألمانيا يجب على فرنسا اتباع نفس المسار من خلال إنهاء مبيعاتها من الأسلحة للسعودية. لماذا ليس لإسرائيل الحق في الوجود؟ تحت هذا العنوان كتب جيرمي هاموند مقاله المنشور في فورين بوليسي والذي ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته صحيفة الغد، وجاء فيه: يقولون إن إسرائيل لها الحق في الوجود لكنهم مخطئون، ولا يقصد في هذا تمييز إسرائيل دون غيرها بشكل خاص. ليس هناك شيء اسمه حق في الوجود عندما يتعلق الأمر بدولة، ولا يمكن أن يكون هناك منطقيا أي حق من هذا النوع، بل أن المفهوم نفسه غرائبي لأن الأفراد وليس الكينونات السياسية المجردة هم الذين لهم حقوق. والحق ذي الصلة في هذا السياق هو الحق في تقرير المصير الذي يشير إلى حق أبناء شعب أن يمارسوا بشكل جماعي حقوقهم الفردية من خلال الحكم السياسي الذاتي. من الواضح تماماً في إطار الحق في تقرير المصير أن إسرائيل هي التي ترفض حقوق الفلسطينيين وليس العكس، ولا تتجلى نزعة الرفض الإسرائيلية في مجرد الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية فحسب. كان هذا الرفض للحقوق الفلسطينية متجلياً أيضاً في الوسائل نفسها التي تأسست بها دولة إسرائيل، لكن الصهاينة لم يكونوا يمتلكون السيادة على الأرض التي أصبحت دولة إسرائيل. تم تأسيس إسرائيل من خلال العنف
وقد استولى الصهاينة على معظم الأرض لدولتهم من خلال التطهير العرقي لمعظم السكان العرب. لذلك عندما يدعي الصهاينة بأن إسرائيل لها الحق في الوجود، فإن ما يقولونه حقا هو أن الصهاينة كان لهم حق في تطهير الفلسطينيين عرقيا حتى يتمكنوا من إقامة الدولة اليهودية التي يريدونها. بغض النظر عن عدم شرعية الوسائل التي تم بها تأسيس إسرائيل، فإنها موجودة، هذه حقيقة واقعة. ومع ذلك فإن مطالبة دولة إسرائيل بأن يعترف الفلسطينيون بحقها ليس فقط في الوجود، وإنما أن توجد كدولة يهودية هو ببساطة مطالبة بأن يتخلى الفلسطينيون عن حقوقهم ويسلموا بأن إعلان الصهاينة أحادي الجانب والتطهير العرقي للفلسطينيين كانا عملين مشروعين، وهذا هو السبب في أن السلام لم يتحقق ولن يكون هناك أي سلام حتى يتم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين واحترامها. والمشكلة بالنسبة للصهاينة هي أنه حتى يمارس الفلسطينيون حقوقهم، فإن ذلك سيعني إنهاء وجود إسرائيل كدولة يهودية. ولكن ما العيب في إنهاء نظام عنصري أساساً والذي ينتهك القانون الدولي والحقوق الإنسانية للفلسطينيين بلا توقف؟ نشرت الاندبندنت أونلاين تقريراً لريتشارد هول حول قرار الاتحاد الأوروبي وقف عمليات الإنقاذ والتتبع في مياه البحر الأبيض المتوسط والخاصة بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين. ويؤكد هول أن هذه العملية التي تسمى العملية صوفيا أسهمت في إنقاذ نحو 49 ألف مهاجر من الموت غرقاً في مياه البحر المتوسط منذ تأسيسها في عام 2015. ويوضح التقرير أن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أكدوا أن العملية صوفيا سوف تتوقف تماماً عن تسيير أي بواخر أو مركبات مائية في مياه البحر المتوسط. ويشير هول إلى أن السبب الأساسي في هذا القرار تمثل في الضغوط الإيطالية التي مورست على الاتحاد الأوروبي ورفضها استقبال المهاجرين الذين تقلهم سفن الإنقاذ. المنظمات الخيرية والعاملة في مجال حقوق الإنسان انتقدت قرار الاتحاد الأوروبي واتهمته بترك المهاجرين للموت في مياه البحر المتوسط في محاولة للضغط على من يفكر في أن يحذو حذوهم خوفا على حياته. من سيدني إلى موسكو مرورا بدبي وريو دي جانيرو، ستطفئ معالم شهيرة في أنحاء العالم أنوارها اليوم في إطار مبادرة ساعة الأرض السنوية للتذكير بتأثير مصادر الطاقة على المناخ ودور الطبيعة في بقاء البشر، وتعنون صحيفة القدس العربي. إطفاء الأضواء من أجل الكوكب لمناسبة ساعة الأرض. وقالت الصحيفة تقام هذه المبادرة التي ينظمها سنوياً الصندوق العالمي للطبيعة، وتقترح على الأشخاص أن يفعلوا الأمر نفسه، والتي تحتفل أيضاً بنسختها 13 هذه السنة. في عام 2007 أطلقت سيدني هذه العملية غير المسبوقة لمدة ساعة لتوعية السلطات العاملة بفداحة الوضع البيئي والمناخي في العالم. ولاحقاً تبنتها دول أخرى مع تزايد ظاهرة الاحتباس المناخي تحت تأثير انبعاثات الغازات. والعام الماضي شارك في هذه المبادرة حوالي 7000 مدينة من 187 بلدا، من بينها سنغافورة وموسكو وواشنطن. شجاعة امرأة والحاجة إلى عدم التقاعس. تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: هل التعصب ضد الآخر موجة تضرب البشرية بين فترة وأخرى، أم هي الطبيعة البشرية الثانية التي جزء منها، أن الناس أعداء ما جهلوا أو خافوا، أم أن التسامح وقبول الآخر هو الطبيعة الحقيقية للجنس البشري ومساحته تتوسع في عقول البشر متى ما تقدمت معرفتهم بشكل عام ومعرفتهم بالآخر المختلف على وجه الخصوص؟ هنا تبرز ظاهرة جاسيندا آردرن التي التفت بملابس وتلفظت بمسبلة هي من تراث الضحايا، وأتاحت للعالم أن يشهد التسامح بأنقى ما يمكن أن يكونه. لقد دق بقتل المصلين جرس إنذار شديد الدوي يستبطن تهديدا استراتيجيا لحضارة إنسانية، وليس تصرفا أعمى من متعصب. هل هي مخالفة لذلك التيار الجارف الذي يصرح بالانتماء إليه دون تردد كبار السياسيين الغربيين؟ هل هي شجاعتها الشخصية؟ أم أن هناك كنزا ثمينا في الحضارة الغربية ومعاديا لأي تعصب؟
وهي فقط قد أزاحت تراب التكسب السياسي عنه كي يراه العالم. إشارات التضامن التي أظهرتها جاسيندا واجب البناء عليها من خلال نقد أنفسنا والاعتراف أن العالم الإسلامي بسبب ظروف التحول العميقة في صراع بين أقلية متشددة ترى أن ما تفهمه من الإسلام هو الصحيح وعلى رأسه حرب الآخر، وأغلبية ترى أن مبادئ الإسلام وممارساته هي الحكمة والتصالح مع الآخر. الفرق أن الأقلية نشطة والأغلبية ساكنة. قصور الأغلبية عن النشاط خاصة الفكري ومقارعة التشدد يجلب التعميم السلبي للمسلمين. ومن الأخبار المنوعة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط نطالع: سجن بريطاني يمنح نزلاءه مفاتيح زنازينهم. ولم يأتي الاكتفاء بذلك، بل أيضا وفقا للصحيفة يتعين على ضباط السجن أن يطرقوا الباب أو باب الزنزانة قبل الدخول. السجن الواقع في مدينة ريكسهام يعتبر أكبر سجن في إنجلترا، قرر أن يقوم بهذه الخطوة في محاولة لإعادة تأهيل المجرمين. وتم وضع النهج الجديد للسجن في تقرير صادر عن المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ووزارة العدل يسمى الرفاهية في تصميم السجون. وأوضح التقرير أن إدارة السجن اتخذت هذا النهج الجديد بغرض منح السجناء مزيدا من الخصوصية حتى يتمكنوا من الدخول والخروج من زنازينهم كما يحلو لهم. وأضاف التقرير أن سياسة طرق الباب أو طرق الأبواب قبل الدخول الجديدة تهدف إلى تهيئة بيئة محترمة للسجناء. من جهته قال هاري فليتشر رئيس حملة حقوق الضحايا: من الصواب أن يعامل السجناء بكرامة، ولكن منحهم مفاتيح زنازينهم الخاصة وسياسة طرق الأبواب قبل الدخول قد تمنحهم الفرصة لإخفاء بعض الممنوعات مثل الهواتف أو المخدرات. ومنذ تأسيس السجن في فبراير عام 2017 قررت إدارته أن تغير اسم الزنازين إلى الغرف التي يوجد في كل واحد منها هاتف وجهاز كمبيوتر، ويسمح للسجناء بطلب وجباتهم من الخارج. من أجل تشجيع تلاميذها على حب الفن، سمحت مدرسة رسم في إحدى المدارس بولاية تكساس الأمريكية لطلابها الذين لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما بالرسم، ولكن في مكان غير الدفاتر التقليدية. وعنون موقع الشارع نيوز: معلمة أمريكية ترتدي فستانا يحمل رسومات تلاميذها، حيث دعت المعلمة تلاميذها للرسم على فستانها الأبيض باستخدام أقلام خاصة بالقماش، وذلك في محاولة منها لتعزيز حبهم للفن. وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد قالت المدرسة التي تعمل في مدرسة ابتدائية في قرية هيلاند بتكساس إنها حصلت على الفكرة من صحيفة أو من صفحة لمدرسي الرسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وطلبت المعلمة من تلاميذها بضرورة احترام كل منهم لرسومات غيره وعدم السخرية منها أيا كان شكلها. الأحداث كما يرويها مصورو صحيفة الجارديان البريطانية، ونعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسامي الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث.
بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.